الهلال بمنطقة الجزاء. سالم يرسل كرة لمنطقة الجزاء، واصلة سهلة عند حارس المرمى مارسيلو جروهي. 188 سنتي ينجح في التقاط هذه الكرة. جروهي العرضية التي جاءت من سالم الدوسري لتذهب في صالح عناصر الدفاع في فريق اللعبة. الكرة طويلة على الجهة اليمنى لمصلحة الخلود. سالم الدوسري قطع الطريق لكن الكرة ما زالت في حوزة لاعبي وعناصر الخلود. الخلود مع الكرة. الهلال بلا شك قلل من الضغط العالي على عناصر الخصم. عندنا نتيجة 4-1، يعرف بأنه النتيجة تذهب لصالحة على أي حال من الأحوال، ويعرف بأنه هناك كثير من المهام الشاقة والصعبة أمامه. هناك مباراة آسيوية، هناك قمة في الأسبوع القادم على مستوى الدوري، هناك أيضا لاعبين سيلعبون مباريات دولية مع منتخباتهم، إن كان اللاعبين المحليين مع المنتخب الوطني السعودي، إن كان اللاعبين الآخرين من جنسيات مختلفة إلى جانب الهلال في مشاركات مع منتخبات بلادهم. ثم بعد ذلك الدوري سيعود أيضا في مواجهات كثيرة، ومنها أيضا مباراة الكأس التي سيخوضها الهلال من أمام الطائي في 29 أكتوبر بإذن الله تعالى. الكرة اللعب وخاطئة، عادت الكرة لصالح الخلود على الجهة اليمين. الخلود مع الكرة، مرور ومحاولة وكرة قريبة من منطقة الجزاء، عدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب الخلود على أرضية الملعب يعاني من إصابة، والحكم يوقف اللعب للإطمئنان على سلامته بعد أن عدت الكرة من أمامه واقعا على أرضية الملعب يعاني من إصابة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. شوف ياسين بونو تباطأ في هذه الكرة، الكرة اللي وقع فيها مصابا جاكسون موليكا. الآن حالة مربكة على بونو وعلى الهلال في هذه اللقطة. هل هذه اللقطة سيعود معها حكم المباراة أناستيسيوس باحتساب ركلة جزاء في صالح الخلود، أم أنه سيرى بأنه هذه اللقطة لا توجب ركلة جزاء في صالح الخلود؟ على أي حال هذه حالة الاحتكاك اللي جرت بين ياسين بونو وجاكسون موليكا في هذه اللقطة. الحكم يتحدث مع حكام الفيديو حول اللقطة الماضية. أناستيوس عاد إلى ملعب المباراة حاملا قرار بركلة جزاء. نعم، بقرار ركلة جزاء على ياسين بونو الذي ارتكب مخالفة بعد خطأ ارتكب في البداية في التباطؤ بالكرة الماضية، ثم بعد ذلك تسبب في ركلة جزاء. ركلة الجزاء من علامة الجزاء، يسعى الخلود معها لتسجيل ثاني أهدافه في مباراة الليلة ليبقى على بعد هدفين بهذه المباراة. وبونو يتلقى البطاقة الصفراء على إثر التدخل مع جاكسون موليكا. حكم المباراة يقول لبونو لهذا السبب، ويتحدث عن السبب الذي دفع لإشهار البطاقة الصفراء لياسين بونو بعد تسببه بركلة جزاء في صالح جاكسون موليكا. إذا الخلود يبحث عن ثاني أهدافه بتاريخه في أول مباراة تاريخية تجمع إلى جانب الهلال. الهلال الذي لعب كثيرا ضد خصمه والطرف الآخر في مدينة الرس الحزم، لكنه يخوض المباراة التاريخية الأولى إلى جانب الخلود متقدما بأربع أهداف، والخلود الباحث عن ثاني أهدافه من علامة الجزاء. ركلة جزاء في صالح الخلود، هل ينجح في تسجيل ثاني أهدافه الآن من علامة الجزاء؟ التقدم لتنفيذ الكرة، والكرة في الشباك. نعم، نجح الخلود في تسجيل ثاني أهدافه عن طريق مدافع إيكون الذي ينجح في ثاني أهداف الخلود وتسجيل ثاني أهداف الخلود في المباراة. الهلال نجح عند ثلاث مدافعين من التسجيل، الآن يبرز إيكون من دفاع نادي الخلود في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الخلود بهذه المباراة، لتصبح نتيجة المباراة 4-2 في صالح الهلال، وفرحة جماهير الخلود بهذه النتيجة. 4-2 أصبحت النتيجة في شوط المباراة الثاني.